رجعنا لكم مرة تانية. النهاردة الفقرة رائعة. أنا عارفة بقى أنها هتعجبكم إن شاء الله، يعني متأكدة بإذن الله أنها هتعجبكم، لأنه الشغل بروفيشنال قوي وفي احترافية عالية قوي. فعلا أنا لو شفت في مكان هتخيل إنه ده حاجة جاهزة مستوردة، مش هتخيل إنه ده هاند ميد. بس خليني كمان قبل ما أرحب بضيفتي أقول لكم إنه مني ماسكة ورد النهاردة عيد ميلاد زميلنا العزيز المعد احمد طربه. كل سنه وانت طيب يا احمد، هو قاعد بره دلوقتي وسامعني. هبقى اجيب لك وردتين من ضيفتنا هاله النهارده هديه. صباح الخير هاله علي، مصممه الاكسسوار بشكل عام المنزلي واكسسوار. بتعملي حاجات كتير قوي في الحياه ان شاء الله. بتعملي ايه غير ده؟ انا بامر الله بنعمل اكسسوار، بنعمل حاجات بعجين سيراميك، بنعمل اكسسوار اشجار وورود بالسلك والخرز، بعمل ان شاء الله بالورود بالقماش الجوارب، قماش الشرابات النايلون. الشرابات اللي هي الفيليه بتاعت بتاعتنا. ايوه ايوه حلو قوي. طيب النهارده هنتكلم عن الشرابات، بس المميز عندك في الحقيقه ان انت جبتي خامات انا مش عارفه انت جبتيها منين. قلتي انها كلها مش موجوده في مصر. لا هي مش موجوده حاليا. شكلها ايه؟ شكلها كويس شيك. طب استني عشان ما اظبطها صح. سلك هيخرب. جات لك فكره الورده دي منين؟ كنت شفت على النت الشرابات دي معموله ورود، فاحنا في مصر ما كانش فيه الشرابات الملونه بتاعتنا، فانا اضطريت هنا اصبغ الشرابات بتاعتي البيج. الاول صبغتي شراباتك العاديه؟ ايوه يعني، وعملت منها البوكيهات دي الورود. طيب دي كلها عشان كده الوانها غامقه شويه بالضبط، لان الشرابات نايلون فما بتاخدش الصبغه بتاعت اصلا القطن، فما بتاخدش درجه اللون اللي انت عايزاه. بس يعني شكلها مش وحش برضه. حلوه قوي. لا مش وحش مين دي رائعه. دي شكلها رائعه. بعد كده لقيت في بتصبغي الشراب الاول وهو ماشي وبعدين تشتغلي ولا هو بعد ما الشراب ده؟ الشراب انا بقصه بحيث انه بدل ما هو ترمبه كده دايره بيبقى مفرود، بعدين اصبغه واحاول انشره مفرود، لان مطرح ما اللون بينزل حته بتبقى اتقل من حته. بس بلاحظ بقى طبعا انه ما بياخدش درجه اللون اللي انا عايزاها، بس تاخد بالي لان صبغات الاقمشه بتبهدل الايدين، بتبهدل المكان طبعا. والصبغات التانية هتدي له سماكه، اللي هي صبغات القماش اللي هي القماش لا مش هتنفع، الشفافيه بتاعته هتروح خالص، هيبقى مصمت. ايوه. وتبتدي تشكلي ببتدي اشكل السلك. ايوه بشكل السلك ده، انا شغلاه بسلك حديد مجلفن لان هو كان المتاح وقتها قدامي، انما دلوقتي طبعا الخامات ما شاء الله بقت كتير. الشرابات نفسها بقت فيه منها الملون بالشكل ده وفي منها الساده خالص، والالوان طبعا اللي يعني كل ما تتخيلي من الالوان موجود فيها. بصي في انا عايزاكي تمسكي دول وتقولي الفرق ما بينهم. والسلك ولا خير. اوكي. ده الشراب بتاعي، ده الشراب بتاعي البيج. الشرابات البيج بتاعتنا العاديه، ونراعي لو احنا هنصبغوها تبقى البيج الفاتح قوي علشان تبقى درجه اللون اسكندرانيه مش كده؟ طبعا. السلك عندي هنا ده سلك حديد مجلفن، يعني كان خامه رخيصه عندي كده موجوده كنت بعمل بيها كراكاز وحاجات، فهي كده ايه كانت متاحه وقتها. نص الناس دلوقتي هتقول يعني ايه كراكاز؟ انما الكراكاز هو التشكيل بالسلك، ان انا اعمل مجسمات بالسلك. انما دي الخامه الجديده اللي انا الحمد لله لقيتها. الشرابات اصلا بتيجي ملونه هي، سواء ساده سواء مشبحه، والسلك ده برضو في منه انواع كتير، في السلك اللون الاخضر وفي الذهبي وفي الاصفر وفي كل الالوان المتاحه موجوده فيه. فبيدي لمعه من تحت الشفافيه، بيدي لمعه وبيدي شكل حلو، اللي هو الحلو للورده اللي هو الحرف ده، او اللي هو بنقول يعني ايه الشاسيه اللي انا بشد عليه الفيليه نفسه. رائع رائع. طيب عايزين نبص على الحاجات اللي على الترابيزه بعد اذنكم عشان هي فيها كمان شغل مختلف. ممكن نشوف الحاجات اللي على الترابيزه. انت في حاجات شغاله عليها؟ انت هنا انت فيش واحده شبه الثانيه، في حاجات شغاله عليها؟ في اللي هي البوكيه البامبي الاول ده. يلا هاتوه بقى. القاعده بتاعته فخاره، وانا الورق الاخضر ده من عجينه الورق. الورق الاخضر اللي هو متغلف بيه اللي هو متغطي بيه القاع. ده من عجينه الورق، وانا لونتها. احنا عارضينه صح كده اللي تقصد ايه؟ ايوه هو ده بالظبط كده. طبعا ده اللونين بتوع الجوارب، البامبي المشبح والابيض والاخضر فيه ابيض. بعد كده القوقعه دي الصدفه بقى الصدفه اهي، دي كانت عباره عن طفايه قديمه عندي وانا استخدمتها عملتها قاعده. فيش بيت في مصر ما كانش عنده الطفايه دي وما زالت. لسه ما عنديش دلوقتي.
طبعا انا عامله الشرابات، الورق الشجر البني ده اصلا الشراب البني، ما عملتش فيه حاجه. والتاني من الشرابات اللي انا جبتها في الاحمر الهيبسكس او الورده دي الكبيره بقى اللي ورا مختلفة دي، خالص، الوردة الحمراء. الورده الحمراء دي. ايوه استني هنجيبها لك دلوقتي حالا، هي دي. ايوه دي زهره الهيبسكس او الكركديه، دي معموله بتقنيه بطريقه تانية، يعني تشكيل السلك غير الطرق التانية بتاعه الورود اللي قبلها، وفخاره برضو والشراب البني ده عملت بالنسبة منه للي الورود. بالشربات، التاني بالخرز بس مش التاني بالشرب. سلك وخرز؟ لا سلك التاني وخرز حاجة تانية. التاني سلك وخرز، عبارة عن سلك نحاس اصفر، وانا كونت الوردات بيه اهو باكتر من طريقة لتكوين الورود، سواء البامبي او الفوشيا او الاحمر، نفس الطريقة في نظم الخرز، وكونت منها الاشكال. الناس بتحب الحاجات اللي بالفيليه اكتر ولا اللي بالخرز اكتر؟ والله هي دي اذواق. هو بالنسبه للفيليه جديد للناس، لدرجه ان حد يقول لك ايه ده، هو ده شراب؟ فيبقى ايه لما انت تقولي لوحده ما يعرفش. ايوه لوحده ما يعرفش، لانه هيستغرب ان في شراب بامبي في ابيض والالوان دي، انما الخرز اهو الناس شايفاه ان هو خرز، بس برضو بالنسبه لهم حاجه جديده مش موجوده كتير في السوق بالطريقه دي. برافو عليكي، تعالي نشتغل، نلحق نشتغل، مش احنا كده عرضنا كل حاجه؟ الحمد لله. يلا. هي هقول على الخامات على السريع كده. يلا. السلك اللي انا هشتغل بيه عندي، ده ايه؟ اقول لك المفروض في اسطوانات بتتباع ديامتر، يعني احجام قطر. مختلفه، اكتر مختلفه، عشان تديني الورده كل ما بتكبر البتله بتاعتها. فانا يعني تخيلت على الوضع انا ده. شغلت مخي، برافو عليكي. دي ازازه ها حاجه ساقعه وانا قطعتها، عزة هنا من عطياني الستات اللي قطر وهنا بتفكر. عطياني قطر تاني، بس هي اوريدي في بيتباع منها. بحتاج قصافه وزرادية، محتاج خيط، محتاج المقص والشرابات اللي هشتغلها، وعندي الفلورا تيب. الفلورا تيب ده يشبه الشيكرتون بتاع الكهرباء، بس عبارة زي ورق الكريشة. بيجيب من فين؟ ده مكتبة؟ بيغلف من أي محل بيبيع ورود صناعية. موجود في الموسكي، هتلاقي منه ياما موجود وريهوني كده. أكتر. معرفوش ده ازاي؟ معرفوش ايه ده، بس ده مش بيلزق؟ لا بيلزق، بيلزق على السلك. يعني هو لمجرد ارتفاع السلك هتلاقيه لازق؟ ايوه بالظبط كده. من لكن عامله هو في كله العادي اورجانيك. ملوش هنا كله مغلف كده. السلك هنا هنعمله البتله. الاول هنجرب، هاخد القطر اللي انا عايزاه، بعمل دايره. هي الفكره ان انا عايزه دايره دايره دايره، يعني دايره مش مشوهه، دايره صحيحه. وحتمي. برافو عليكي يا جماعة، والله احنا عندنا وقص اقول. السلك. بس اسألك سؤال، خليني اقولك، لو انت هتعملي ده هنا، ده تكلفته معاكي انت عشان تيجي تبيعيه هيبقى ارخص من انك تشتريه جاهز؟ ما هو ممكن واحد يقول لك هو طب انا اصلا ما فيهوش جاهز منه. لا في حاجات صيني مشابهه، يعني هو ستايل الوردات. الصيني انت بتشتري حاجه على قد سعرها، تعيش على قد سعرها. ففي حد يقول لك بدل ما اشتري حاجه ب 10 جنيه اشتري خمسه حاجه بالصيني ب 2 جنيه. حلوه جيني دي، انا عرفت انك ماشي. تقدر جيني دي. فايه، انت هتستعملي الحاجه، مش هتستحمل ومش هتقعد. يعني اللي هشتريها ب 10 جنيه هتقعد معايا يعني ممكن بالظبط. العمر كله؟ ايوه هشتريها زي ما ب 5 جنيه بيقولوا الرخيص غالي. ورق، وهيبقى اغلبه مصنوع من الورق ممكن. كل الحاجه الصيني معاد تدويرها، هتلاقي لها بس اصل هما تاني، شاطرين. هتلاقي لها اصل تاني غير اللي انت اوكي شايفاه. طبعا. يعني الخشب مش خشب، هتلاقيه الياف بس فايبر الحاجات من اي الصيني حاجه تانية. الرخيصه، عشان برضو هما ما هي ما شاء حاجات الله عندهم. رخيصه. ايوه ايوه بتمشي كل الحاجات الرخيصه الاذواق. هما عندهم كل حاجه بالظبط الصراحه، من الغالي بالظبط. للرخيص مفيش حاجه ما بالنسبه عملوهاش. للهاند ميد انت بتبيعي وقت وفكره ينفع اعمل معاكي؟ وحاجه. اتفضلي. انت بتبيعي وقت وفكره، مش بتبيعي خامه، لان الخامه ممكن تلاقيها. عملتها. يلا انت اعملي دي وانا هعمل دي. انا هنا هلف بمسك كده. الشراب. اهم حاجه ان انا يبقى كل الاطراف في ايدي عند الحرف كده عشان ما يفلتش مني حاجه. بالخيط. ولازم تشدي كويس جدا، ده لازم اهم حاجه. وهنا بقى ايه، يبان ذكاء الست المصريه في الايه، في التوفير، انها تاخد، لازم تاخد ما تهدرش يعني، ايوه عشان ايوه كل حته سلك انا هتنفع. بلف كويس قوي خيط عادي. بحيث ان هي تبقى، ايوه الخيط العادي بتاعي. جرب ايه، انا مش عايزه اقص لك اي حاجه زياده. مش مشكله، اثبت قوي.
بحيث ان الخيط او الشراب ما يفلتش مني. واقص كده. حلو قوي على فكرة. اهم حاجة بقى كمان احب اقولها للستات، ما تشتغليش بمقص بوز رفيع. ليه؟ لانه لو دخل كده، لا لو دخل هنا هيقطع، ينتش ويقطع بالظبط. انما البوز المدور ده هيريحني شوية. في نفس الوقت اخلي ايدي بعيد كده عشان اقص المقص، يقص من بعيد ما يبقاش ما يقصليش هنا. وانضف كده حواليها. بقى عندي هنا انا عايزه بقى اشكل الورده حسب، لان مش كل الورد شكل بعضه. فانا بضغط هنا بايدي كده بحيث ان اعمل لها شكل وافردها كده. دي بقى كل واحده ممكن تغير بقى بالظبط. انا عندي هنا جاهز اهو. هاخد بالي ان انا وانا بعمل كان هيبقى ليا وش وظهر الورقه. ماشي اوكي. فانا هاخد الاثنين هعمل كده، هاخد اول اثنين. في ورد له قلب زي دي مثلا، استني اهي تعمليها لون تاني. لا دي ممكن اعملها تاني، انما دي في ورده لها قلب زي دي او لها بذور زي دي. دي بتبقى في جاهز منها بيتباع. لحظه واحده خلي ده هنا عندك اللي هي زي دي كده. دي في البذور دي في منها جاهز بيتباع. اوكي. وممكن تتعمل بالخرز. ممكن انا بعملها بالخرز بالظبط، ادخل الخرز في السلك واعمله. دي الورده دي هعمل ورده اللي هي اسمها الياسمين الهندي دي، من غير بتاع، من غير بذور. هنا همسك الخيط وهلف كويس قوي. قوي الياسمين الهندي. رائعه. انا لسه عارفه السنه دي. الف قوي كده. كنتش اعرفه. واثبت. انا كده عملت اتنين. اراعي ان واحده جوه واحده عشان هيبقى في ترتيب. كده. واحط دي من بره تاني. وتلف سهله خالص. والفها. هي سهله وعايزه تعمليها ايه وانت كده مبسوطه انك انت بتعملي ورد. حد يعمل ورد يبقى متضايق. ده الورد ده حاجه رائعه. مش كل بيعين الورد مبسوطين. على رايك صح، عشان بيبيعوه مش بيشتروه مش بيعملوه. في ناس ما تعرفش تتعامل مع الورد الصناعي خالص في البيوت، تقول لك اذا ما كانش طبيعي ما نعرفش نتعامل. عايزه حياه. في الحقيقه انا ما اعرفش اتحمل مسؤوليه زرع طبيعي كتير. لا انا بالنسبه لي الصناعي بحطه في البانيو يتغذى وخلاص على كده. حاجه سواء طيور سواء سمك سواء مسؤوليه هتسال عنها. مسؤوليه. هنا بقى عندي حلو قوي زهره بالشكل ده. اجي بقى فايده الفلورا تيب عندي. انا السلك هنا مش هيفضل. هتديني اجربه. تعملي حته وتديني اجربه عشان عايزه اعرف ازاي. على فكره انا بحب الوي السلك كده اعمله على بعضه كده. ليه؟ لان انا لو خليته حزمه واحده نفترض ان السلك ان الخيط اتقطع، لو انا شديت كده هتطلع، انما لما انا اعمله حلزون كده اتسبب. انا الشكرت الفلورا تيب عندي. هحاول اداري بقدر الامكان الخيط اللي انا ربطت بيه تمام البتلات عندي. طب استني، لو عايزين نعمل فرع بقى في النص هنعمله ازاي؟ هوريك هتعمل ازاي. طب اديني اجرب دي، عايزه اعرف بيلزق ازاي. هسلك انت مجرد تعملي كده بيلزق. اجرب اديهولك. ايه ده؟ مع انه ما بيبانش ان في اي ماده لازقه، لكن اول ما بيلف بيلزق تماما يعني. ايوه. ايه ده لطيف قوي على فكره. طب اسيبها لك عشان هتعملي فيها ممكن فرع. احنا نعمله واحد تاني لو انا عشان اعمل ورقه او انت عايزه تقولي فرع تاني. سي ان احنا نقول ان احنا هنعمل ايه، ورقه شجر. تشتغلي ازاي؟ عرضي يعني تقعدي تعملي السلك كل الدوائر السلك مره واحده وبعدين كل الشرابات مره واحده؟ ايوه ايوه. على الاقل عارفه بيبقى منتظم شويه. عملتي احجام اكبر من كده يعني ورد اكبر بوكيهات اعلى طويله قوي، ولا السلك ما يستحملش يبقى طويل؟ لا هو اعتقد انه ما يبقاش اطول من كده الا اذا لو انت هتشتغلي على حاجه. يعني مثلا عندك فاز هتلفي عليها. على قد الارتفاع هيبقى له دعم، حاجه تدعمه بحيث انه ما يبقاش ضعيف بالشكل. تمام. احنا كده ايه قربنا. أوكي. نعمل فرع كده نبقى خلصنا عشان ان شاء الله. ان شاء الله عشان كمان الوقت بتاع الفقره.
انا هنعتبر انه دي خضره يمكن عشان ما فيش شراب. ايوه لا في بس يعني ايوه ما فيش هنا معايا لكن أيوة. هو في ما عندك كل الالوان صح؟ هنا شكل الورده. بصي انا هنا حشبه كده ماشي، والف الفلورا تيب حواليها بقى عندي ورده ورقه شجر. رائعه لانك حلوه وهي بيضه كمان هي مش وحشه حلوه قوي. هو السلك الفكره ان انت بتجمعي بالفلورا تيب ان انت الفلورا تيب ده في منه الوان، في منه في الاخضر، في الاخضر زي ده اهو اوكي زي اللي هناك، وفي الاصفر وفي احمر، في الوانات يعني في دلوقتي تقدم زياده في من الموسكي في قلتي صح؟ اه في الموسكي. ويا جماعه خلوا بالكم انه الحروف ما تبقاش حد عشان ما تعورش حد، لازم تبقى تضغط كويس، تضغط كويس وتتني في الاخر كده ايوه وتتلف عليها كده صح؟ صح تمام كده. عايز تقولي حاجه كمان عشان لا عايزه اقول ان يا رب كل ست تستخدم اي خامه متاحه عندها، على الاقل توفر مكان في بيتها بدل ما ترمي حاجات مهمله، تزين بيتها بايدها، يعني توفر الفلوس على الاقل في شراء الجديد. ده حقيقي وكفايه ان هي تبقى هي اللي عاملاها. انا بالزبط. انا لما وبعدين بينفع هدايا كتير قوي. انا لما حد بيجي لي البيت اول حاجه بوريها له، باخده من ايده واقول له دي انا اللي عاملاها ودي انا اللي عاملاها، ودي فرحانه قوي بالحاجات كده. اللي معموله. بالظبط كده. اشكرك جدا هلا علي بجد بجد نورتينا. الله يخليكي. ومبسوطين جدا بيكي، ويا رب انا عارفه ان شاء الله ان الفقره تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها، تعلموا سهله بسيطه. ايوه قوي. ايه رايك تختمي انت النهارده الحلقه؟ يعني انت المذيعه دلوقتي تختمي الحلقه، يلا. انا كاميرتك هي بصي ان شاء الله نكون قدمنا حاجه مفيده تفيد كل ست، وشكرا لرباب لاستضافتها، وشكرا لقناه فاميلي للاسره. شكرا لك. بس انتوا تابعوا شوفوا كل يوم شوفوا دانتيل.